السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم مع مشكل تلفاز اي موديل ايريس 49 اي 9 اي 5 عفوا. مشكلة التلفاز هي غياب نبضة الباور، وكان المشكل بهذه علبة او لوحة التغذية، وهذا المشكل معروف في هذا الجهاز. غالبا نجد تلف اغلب المواصفات، لكن المواصفات كانت سليمه واغلب القطع تم تبعها سليمه، لان المشكل بهذا الاي سي، اي سي المسؤول عن نبض تغذيه نبض الباور، وعليه تم اللجوء الى تغيير كارت او بطاقه اخرى من جهاز اخر بها تقريبا نفس المواصفات ونفس الفولتيات. وتم عمل الفوطيات للبطاقة كارت البروسيسور والشاشة، وتم بنجاح كما تلاحظون، وكل التوصيلات كانت سليمة، وكذا تم تغذية المجموعة الالداد من نفس النبضة لتوافق الفولت مع قوة الليد مع فولت الليد، والجهاز يعمل بكفاءة عالية. ما تلاحظون هذا تيار رابط، لا تلاحظون يتم تشغيل الجهاز، الجهاز اشتغل ما تلاحظون على اللمبة الخضراء. سنتم على الجهاز، انظروا الجهاز يشتغل، اشتغل بصفة طبيعية، الجهاز يعمل بصفة ممتازة. اندرويد وشكرا على المتابعة.